اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. مسيره رائعه الحقيقه لحسن الشامي ظهير ايسر المقاولين العرب، بدا مشواره مكافحا من الدرجه الثانيه حتى الوصول الى الاحتراف في بلجيكا واللعب للعديد من الانديه في الدوري الممتاز المصري، بدءا من سموحه مرورا بالجونه ووادي دجله وترناوت البلجيكي والانتاج الحربي والمقاولين العرب في سن 38، ويؤدي بعزيمه الشباب دائما. ازيك يا ابو علي؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ شرف ومنور. ده شرف ليا جدا بوجودك معانا كظاهره من الظواهر الحقيقه في الدوري العام المصري. 38 سنه بتلعب كل المباريات بشكل اساسي ما عدا اللي انت مصاب فيها يعني. وبسم الله ما شاء الله حاجه جميله جدا. الحمد لله. بشكرك كابتن اسلام وسعيد ان انا موجود في البيت الكبير. ان شاء الله اكون ضيف خفيف كده على الساده المشاهدين ان شاء الله. الاول قول لي يعني كره القدم وحب كره القدم، وانت بدات في نادي درجه ثانيه واللفه اللي لفتها دي كلها بدات ازاي والدنيا مشيت ازاي من الاول كده؟ خلينا نبدا من الاول خالص. والله كابتن اسلام يعني انا لاول مره هفتح قلبي في الموضوع ده، انا كنت دايما بتكلم عن بدايتي باختصار، يعني كنت بقول ان انا مريض من شباب قليل. هتلاقي في شباب كتيره بيتفرج عليك نفسهم. وانا بيجي لي مسجات كتير قوي على الفيسبوك وعلى الانستجرام من شباب في كره الصعيد وفي الكره الريفيه، كتير بيبعتوا لي مسجات ان احنا بنواجه مشكله كبيره جدا، مع ان انا شايف ان ده امر يعني في الفتره دي وفي السوشيال ميديا وانتشار السوشيال ميديا دلوقتي، لا الموضوع بقى اسهل من ايام زمان. ايام زمان كان الموضوع صعب جدا. يعني انا كبداياتي بدات في مركز شباب قليل من وانا عندي 9 سنين في مدرسه لين كفر الشيخ. لين كفر الشيخ. انا من قريه ريفيه، قريه نشرت، واجهت صعوبات كبيره جدا لان انا ولد وحيد على 3 بنات، والدي توفى قبل ما اتولد بشهر. ففكره ان انا كمان ان انا العب كره قدم وانا واحنا كمان من اسره كانت تحت خط الفقر، مش في اسره فقيره، فموضوع صعب جدا. يعني كل المؤشرات بتقول ان انت مش هتكمل، وبتقول ان الموضوع صعب عليك. صعب. لان انت في توقيت لما هتكبر شويه لازم انت تتحمل مسؤوليه اخواتك ووالدتك طبعا، فالموضوع صعب جدا، مفيش حد في ظهرك يسندك. فكانت بداياتي قاسيه جدا وكانت صعبه جدا، بس كان عندي من صغري هدف وطموح ان انا هكمل. لما تبقى جاي من قريه، يعني انت جاي من تحت الارض عشان توصل للدوري الممتاز، رحله صعبه جدا، خصوصا ان انا لعبت الدوري الممتاز وانا عندي 26 سنه. فرحله فيها مواقف كتيره جدا وفيها محطات كتيره جدا. فبقول للشباب والناس الصغيره، لا انت لو مؤمن بالهدف بتاعك وعندك هدف عايز تسعى ليه وتحققه هتحققه. ربنا سبحانه وتعالى عدل. طالما انت شغال بشكل كويس على نفسك، عندك طموح، مصدق نفسك، عندك ثقه في نفسك، هتكمل. انا كان بيقابلني ناس كتير بيحبطوني، يا ابني بطل كوره بقى واشتغل ويصرف على اخواتك. فانا كنت مطالب ان انا اتحمل مسؤوليه بيت واسره، وان انا العب كره قدم، وان انا انجح في دراستي. انا لسانس ادب قسم تاريخ، فكنت عايز اوفق بين دول. فالموضوع كان محتاج مجهود، صبر ومجهود، فاشتغلت على نفسي بشكل كويس جدا. معلش انا اسف جدا، النهارده انا عندي ابني الكبير 18 سنه، فهو نفس الكلام كان بيقول لي انا مش عارف اوفق ما بين الدراسه وما بين الكوره. لا صعب. نفس يعني سبحان الله، انت بتقول لي ان انت راجل يعني درست ووصلت لاعلى الشهادات، وفي نفس الوقت وصلت لمراكز عاليه جدا في كره القدم. خلي بالك يا ابن الاسلام، ممكن توصل لده لو في حد بيزقك او في ظهرك او بيسندك، سواء والدك او ليك اخ كبير او حد انت مسؤول منه. لكن الصعوبه كانت ان انت مفيش حد يقف جنبك او يقف في ظهرك. مظبوط. فلازم تقوم بكل ده بنفسك. فانا وانا عندي 5 سنين وانا بشتغل، من وانا عندي 5 سنين بشتغل. فبدات الكوره من وانا عندي 9 سنين، كان نفسي ان انا العب دوري ممتاز، كنت بقعد اتفرج على اللعيبه الكبيره في التلفزيون، كان عندي طموح ان انا هوصل دايما. كان عندي طموح وبكلم نفسي. بدات في مركز شباب اللين، لعبت اول مره لعبت كان عندي 11 13 سنه ناشئين من بعد مدرسه الكوره. أيوة. لعبت موسمين ناشئين، والحسن الحظ المدرب بتاع الفريق الاول بيتفرج فاختارني، ففي السنه دي صعدوا من الدرجه الثالثه للممتاز بها. فخدني في التوقيت ده، كان بيديني 10 دقائق ربع ساعه، كان لسه جسمه صغير، كنت لسه صغير، كنت بلعب بلاي ميكر. فلعبت معاهم الموسم ده. الموسم الثاني لما صعدنا للدرجه الثانيه اتيحت لي الفرصه ان انا العب كل المباريات وانا عندي 15 سنه. فمن الفتره دي وانا 15 سنه ما لعبتش ناشئين خالص، يعني لعبت فريق اول. بعد كده رحت عملت اختبارات في نادي الزمالك واختبارات في نادي المقاولين العرب، واتقابلت في الاختبارات في الفرقتين، في الزمالك وفي المقاولين العرب. أوكي. لكن برضو رجعت برضو ان انا يعني ما فيش حد هيصرف عليا، انا مطالب ان انا اساعد والدتي واخواتي في المصاريف. فالموضوع كان صعب عليا، وجاي من قريه للمدينه، والاجواء في المدينه هنا الاجواء مختلفه جدا يعني، فالموضوع كان صعب عليا، فما قدرتش استحمل. وكملت في قلين. ففي التوقيت ده جالي ادوني الاستغناء على اساس ان انا رايح المقاولين العرب، خدت الاستغناء ورحت نادي بيلا.
قبل الموسم اللي حسام غالي مشي فيه وراح النادي الاهلي. اوكي. فرحت بيلا لعبت 4 مواسم، لعبت معاهم في الدرجه الثانيه، جالي عروض كتيره جدا، عروض في من بتروجيت لعبناهم في كاس مصر كسبناهم 2-1 في ملعبنا، عملت جولين في الماتش ده، كنت عامل مواسم كويسه جدا. فجالي عرض من بتروجيت، جالي عرض من المحله، جالي عروض كتيره جدا. كان اهم عرض في التوقيت ده ان جالي فتره معايشه في النادي الاهلي. جيت هنا قعدت مع الكابتن ثابت البطل الله يرحمه شهر كامل. كان كابتن فتحي مبروك اللي ماسك ناشئين. وقضيت فتره اكتر من شهر هنا في النادي الاهلي. فالحمد لله انا خلال التجربه دي كلها، تجارب في بدايتي، الحمد لله كانت الامور صعبه، لكن كان عندي هدف ان انا اوصل له وقدرت اوصل له الحمد لله. من بيلا انتقلت لسموحه بعرض مالي كبير جدا في التوقيت ده من الدرجه الثانيه. لعبت مع سموحه 3 مواسم في الممتاز بيه، وكنا بننافس كل سنه على الصعود لحد ما صعدت معاهم ولعبنا اول موسم لنا في الدوري الممتاز. وبرده جالي عرض من النادي الاهلي في الموسم ده. والله العظيم جالي عرض رسمي، لكن المهندس فرج عامر طلب مبلغ كبير جدا في التوقيت ده. كنت انا وشديد قناوي وكانوا عايزيني انا رقم واحد، فالنادي طلب 12 مليون جنيه في التوقيت ده. في الوقت ده النادي الاهلي دفع 1 مليون جنيه لشديد قناوي في المصري، وكان الامور بالنسبه لشديد كانت اسهل ان هم يخلصوه يعني. بعدها قعدت في البيت 3 شهور وكنت رافض فكره ان انا اكمل كوره. موضوع يعني انا اتكلمت في الجزئيه دي قبل كده، بس انت عارف، انت كنت لعيب كوره وعارف لما بتحس ان انت بتقرب من حلم او هدف بتبقى خلاص انت حاسس ان انت قريب، لما الامور بتبعدك بيحصل لك صدمه. مظبوط. فاثرت عليا بالسلب. بعد كده رجعت تاني، انتقلت لوادي دجله، اشتروني بحوالي 2.5 مليون في التوقيت ده. من دجله رحت ترناوت في بلجيكا، بعد كده رجعت على الجونه الانتاج الحربي، بعد كده المقاول العرب 5 مواسم ومستمر معاهم الحمد لله. فدي الرحله باختصار يعني، لكن كنت عايز ادوس او اركز على البدايات، ان اي شاب او اي حد عنده طموح وعنده هدف عايز يوصل له ما تستسلمش مهما كانت المؤشرات اللي حواليك بتقول لك لا، انت لو قادر وعندك الملكه ان انت تقدر تكمل هتكمل، هتواجهك صعوبات لكن لو مؤمن بنفسك هتقدر تكمل. ما تقولش لا اصل الكوره واسطه، ما فيش حاجه اسمها كوره واسطه. والدليل على كده هتلاقي ابناء مدربين كتير جدا في الوسط ما لهمش، وابناء تانيين مشغلين كويس. في ناس شغاله كويس بس عدد قليل جدا، والعدد الاكبر مش موجود. مظبوط. فربنا سبحانه وتعالى عدل، لو انت عندك ثقه في ربنا سبحانه وتعالى وثقه في نفسك هتقدر تكمل وتقدر توصل للهدف اللي انت عايزه. بس رحله حلوه وتقدر يعني تاخد دروس منها قيمه جدا جدا في حياتك لكل الشباب اللي بيتفرج، لانه مهم جدا جدا نعرف قد ايه ان الواحد بيقاسي يعني لغايه لما يوصل للي هو فيه. طبعا طبعا يا كابتن، انت عارف احنا كمان يا كابتن اسلام كلاعيبه كوره مع الوقت بتحاول تجدد اهدافك ويبقى ليك دوافع وليك طموح، وبتختلف من واحد للتاني. أيوة. يعني انا لو انا موجود من بدري في الدوري الممتاز هيبقى الهدف بتاعي غير ان انا جاي من تحت، فالظروف اللي انت بتتحط فيها هي اللي بتوديك هي اللي بتوجهك، لكن انت تقدر توصل. انا ممكن ما لقيتش اهلي او زمالك او ما قدرليش ان انا العب في انديه جماهيريه كبيره، لكن الحمد لله انا يعني بشوف حاله حب كبيره جدا من الناس في الشارع. بس لعبت قصاد منهم قصاد طبعا وحققت نجاحات وحققت انتصارات ضد الانديه كبيره، فالحمد لله انا راضي جدا عن تجربتي بشكل كبير جدا الحمد لله. النادي المقاولين بقى، خلينا نروح للمقاولين العرب، لانه المقاولين العرب الحقيقه في حياه المصريين نادي كبير ونادي مهم جدا جدا. المقاولين العرب من بعد ما وصلت الكونفدراليه وبتلعب مع الكونفدراليه ورابع وخامس دلوقتي الموقف صعب جدا، ايه اللي حصل؟ المقاولين العرب يا كابتن اسلام ثالث الانديه المصريه حصولا على البطولات بعد النادي الاهلي والنادي الزمالك، فاسم كبير وعلى مدار التاريخ زي ما انت بتقول هتلاقي حاله حب كبيره جدا من الجمهور المصري. مظبوط. لنادي المقاولين العرب، والناس بيبقى صعبان عليها ان المقاولين يمر بازمات او يواجهوا مشاكل في الدوري، بتبقى الناس زعلانه عليه. ودي حاجه مسؤوليه كبيره جدا لينا. انا بقالي 5 مواسم في المقاولين العرب، من اول موسم ليا في الولايه الاولى للكابتن عوده كنا بننافس على الدوري في الدور الاول كله، كنا بننافس النادي الاهلي على الدوري، نهينا الدور الاول تاني فرق نقطه على النادي الاهلي في الموسم الاول للكابتن عوده لما كنا متواجدين من 5 سنين. بعد كده الدور الثاني حصل دروب، بعد كده جه كابتن علاء نبيل بدا يعتمد على اولاد النادي والناشئين، فالتجربه بتاعه الكابتن عوده انهارت. كابتن علاء نبيل بدا يعمل تجربه جديده ما وفقش فيها، لكن عمل فريق محترم. جه الكابتن عماد النحاس، كان ترتيبنا في الجدول اخر فريق في الدوري، كان 7 نقط بس من 9 مباريات. كابتن عماد النحاس خدنا من اخر فريق في الدوري للخامس في نهايه السيزون. الموسم اللي بعده حطينا هدف كلنا وقعدنا مع بعض من بدايه السيزون. كابتن عماد كمان عنده حاجه جميله جدا، صنع حاله كويسه قوي جوه اوضه اللبس، كان بيشاركنا بشكل مستمر قريب مننا. ايه الفرق بقى عماد النحاس، بما انه كل جمهور النادي الاهلي بيحب عماد النحاس الحقيقه،
عماد النحاس تحديدا كمدرب، الناس اللعيبه انا شخصيا كمان عارفه كلعيب، لكن كمدرب ايه؟ لا مدرب، بص يا كابتن، اللي انت خدته من عماد، انا ارجع لك العوده طبعا. بص يا كابتن اسلام، انا زي ما بقول لك انا من النوع اللي بذاكر ورا كل المدربين وبكتب وبسجل، وتعاملت مع مدارس مختلفه، راينارد سوبل الالماني، والتر ميس بلجيكي، باتريس نوفو فرنسي، كمان كابتن محسن صالح اتمرنت معاه، اتمرنت مع وكانت شو غريب، مرنت مع مدربين كتير جدا يعني، فبسجل ورا كل المدربين دي الايجابيات والسلبيات، كل مدرب عنده ايجابيات وعنده سلبيات طبعا. كابتن عماد النحاس عنده ميزه كبيره جدا، عنده من كل حاجه كويسه حاجه، يعني هو مش شاطر في جزئيه واحده 100%، لا هو واخد من كل حاجه حاجه. فدي اللي منجحها كابتن عماد، الكوره فعلا مش تدريب فقط، مش شغل تكتيك وجمل فقط لا غير، ازاي تعرف تتعامل مع اللعيبه نفسيا بشكل كويس، ازاي اللعيبه تحبك، ازاي لما تواجهك مشاكل جوه النادي سواء ماديه او اداريه او اي مشاكل تانية تقدر اللعيبه دي تستحمل عشانك. هو كان عنده الحته بشكل كبير جدا. وزي ما بقول لحضرتك في الفاصل وانا وانت بنتكلم، كابتن عماد قعد في بيته ثلاث مرات او مرتين اللعيبه اللي كانت بتروح تجيبه من البيت. كان عايز يمشي من المقاولين يعني. فده ان دل يدل لا، لما توصل اللعيبه لمرحله الحب دي يبقى انت نجحت في الجزئيه دي بشكل كبير جدا. فوصلنا الكونفدراليه، حصل بقى الاخفاق بعد الكونفدراليه. كمان الكونفدراليه كان حظكم وحش قوي، كانت بدايه خرجنا كمان بفعل فعل يعني، لا وكانت بدايه الكورونا انا فاكر، بدايه الكورونا كان عندنا 18 لعيب مصاب بالكورونا، انا فاكر القصه، وقعدنا فيها فتره طويله. فبدانا الموسم ثلاث ارباع اللعيبه بشكل وحش جدا، لكن برضو لمينا نفسنا وقدرنا نرجع في نهايه السيزون وناخد مركز ثامن. خرجنا برضو، عايز اقول لحضرتك على حاجه برضو عشان يعني احقاقا للحق، الكابتن عماد النحاس في سنتين اللي في الاول اخذ بكل اسباب النجاح عشان كده نجحنا. اوكي. بعد كده الدروب اللي حصل ده، لان دايما النجاح ليه 1000 اب، لكن الفشل دايما كله بيهرب من المسؤوليه. وانا بحكم وجودي جوه اوضه اللبس وجوه النادي، وانا بحب المكان ده جدا ومخلص جدا للمكان ده، ولاعيبه كتير مش انا لوحدي، محمد سمير وابو السعود ولاعيبه كتيره جدا، احنا حبينا النادي ده بالناس اللي موجوده جوه النادي، المهندس محمد عادل، المهندس محسن صلاح، الناس دي حببتنا في النادي بشكل كبير جدا. لان انت دلوقتي بتلاقي انديه بلاعيبه كتير، حته الانتماء للمكان قليله جدا، ما بقتش زي الاول، مش قليله، ما بقتش زي الاول، مجرد ما اللعيب بيعرض عليه مبلغ اكتر بيبيع المكان اللي هو فيه، وان كان المكان اللي فيه هو اللي بيصنعه، طموحه كده، مش طموح، هي وجهات نظر وكل واحد فينا ليه وجهه نظر، لكن في النهايه برضو لا يصح الا صحيح. في ناس النهارده بتشتري اماكن تانية بالفلوس، لكن لما بيقعد بينه وبين نفسه او بعد ما بياخد الخطوه دي بيراجع نفسه 100 مره ان هو اخطا في حق المكان. امثله كثيره جدا، كثيره جدا في كل الانديه، مش كل في نادي معين، طبعا في كل الانديه طبعا. فاحنا بنحب النادي ده جدا، وعارفين احنا ترتيبنا في الجدول دلوقتي صعب جدا، لكن الواحد عنده ثقه في ربنا سبحانه وتعالى وفي اداره النادي وفي الجهاز الفني الحالي ان شاء الله، وفي اللعيبه الكبيره اللي موجوده في اوضه اللبس، ان احنا ان شاء الله هنقدر نخرج من الازمه دي ونعدل المسار باذن الله الفتره الجايه. انا عرفت ان انت في فتره من الفترات السنه اللي فاتت تحديدا رصدت فلوس من جيبك، ان انتوا يا جماعه لو قعدتوا هديكوا فلوس، ايه الموضوع؟ والله يا كابتن انا عايز اقول لك على حاجه، حضرتك كنت لعيب كوره كبير وعارف كويس قوي لما تحب المكان اللي انت فيه. أولا أنا بقالي خمس مواسم في المقاولين العرب، استفدت كتير جدا من النادي ده سواء ماديا أو اجتماعيا، اسمي لمع بشكل كبير جدا في الفترة اللي أنا متواجد فيها في المقاولين العرب، في حق النادي عليا إن أنا لما يحصل دروب أو يحصل مشكلة إن أنا أكون من أول الناس، خصوصا إن أنا أكبر لعيب في الفرقة، إن أنا أضحي بأي شيء. فأنا لما عملت ده عملته بيني وبين اللعيبة في أوضة اللبس. جمعنا مع بعض وقعدنا حطينا رولز جديدة في أوضة اللبس، لأن إحنا كنا بنعاني في الفترة دي وكنا قريبين جدا من الهبوط، فقلت للعيبة أي مباراة هنكسبها هطلع مكافأة لل 40 لعيب اللي في أوضة اللبس. وقعدنا مع بعض وحطينا رولز جديده خالص، اللعيبه بينها وبين بعضها، كابتن عماد قال تعاملوا زي ما انتم عايزين تتعاملوا، دي حاجه بتاعتكم انتوا. الحمد لله كنا تاني يوم بنكسب، كنت بطلع لهم المكافاه تاني يوم في اوضه اللبس في النادي، فلقيت دافع كويس وحافز كويس جدا، فكسبنا اربع ماتشات ورا بعض ما عملناهاش من اول السيزون، ولقيت نفسنا في المركز الثامن. طبيعي ان حاجه زي دي المفروض ظاهره ايجابيه، ده كان بيننا وبين بعض في اوضه اللبس. لما اداره النادي عرفت الموضوع ده، المهندس محمد عادل قعد معايا وقال لي انا هديك الفلوس اللي انت دفعتها، طبعا انا رفضت وقلت له لا، دي حاجه انا بعملها حبا للمكان، وانا من النادي بقالي مواسم كتيره جدا بستفيد بشكل كبير من النادي. فتفهم الموضوع ده بعد كده لما الراجل خرج على شاشه التلفزيون، انا عمري ما اتكلمت في الموضوع ده وخرجت في التلفزيون بعدها كذا مره، ما جبت سيره الموضوع ده خالص، لكن هو اعلن على شاشه التلفزيون ان حسن الشامي كان من اسباب بقاء الفريق في الدوري الممتاز ورصد مكافئات من جيبه الخاص. بدات لقيت الموضوع ده كابتن اسلام اثر عليا بالسلب، بدات ناس تتضايق من الموضوع ده
وبداوا يفهموا الموضوع غلط. ناس بتفهم ان انت كده بتاخد شو او لقطه، مع انك مش انت اللي قلت. وعايز اقول لك على حاجه يا كابتن اسلام، ما فيش لعيب في مصر عمل كده، ولا في اهلي ولا في زمالك ولا في اي نادي تاني، ان لعيب عمل حاجه زي كده. فاكيد انا لما اعمل كده، بس مش الفرقه كلها بصراحه. ايوه طب يعني ممكن تعملها مع لعيب، مع ناشئ تحفزه، لكن مع الفريق كله لا، مع مجموعه حصلت. مفيش لعيب، مفيش لعيب عملها في مصر كلها. فانا لما جيت عملت اللي عملته بيننا وبين بعض في اوضه اللبس، لما الراجل اتكلم واتكلم عن ظاهره ايجابيه داخل النادي المقاول العرب، بدات لقيت في ناس اتغيرت، خدتها بشكل سلبي، اتغيرت. فانا اثر ده عليا بالسلب، لان انا برضو في الاول في اخر بشر طبعا. فبدات اخد جنب من نهايه السيزون اللي فات، من بدايه السيزون اللي احنا بدانا ده، بدات اخد جنب شويه. لكن في الاول في الاخر لما بقعد بيني وبين نفسي وبراجع نفسي، لا انا دي مسؤوليه، واي عمل بتعمله لو عامله لوجه الله وخلص لوجه الله لازم تؤمن بيه وتكمل فيه، حتى لو الناس مش راضي عنك. لان انا في الاول في الاخر بشر طبعا، وانا في الاول في الاخر النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا عليه، ربنا اللي خلقنا في ناس ملحده بيه واختلفوا عليه. فانا في الاول في الاخر انا ناكره، فهعمل دوري حتى وان دوري ده اغضب بعض الناس، فهعمله لحد اخر يوم وانا موجود في النادي، هخلص في عملي ده ان شاء الله. يعني ان شاء الله. بتكتب شعر انت؟ مش بكتب شعر، هو الموضوع جه معايا في فتره كورونا كده، يعني بقى فاضيه بقى. فانا من النوع اللي ما بعرفش اقعد فاضي. يعني انا في كذا حاجه عملتها قبل كده، مشروع قومي كنت ماشي فيه يخص الدوله، ومشروع الكتاب، موضوع الكتابه ده لقيت نفسي بكتب. وبعدين الكتابه كابتن اسلام مش ان هو كابتن اسلام يقول لي ما تكتب حاجه فاكتب له، لا، هو بيبقى في حدث، فالحدث ده بيستفزك فبتضطر ان انت تكتب. اوكي. فالكتابه جت معايا بالصدفه. فاول حاجه بقى عملتها، انت بسم الله ما شاء الله بتتكلم كويس جدا وعارف بتقول ايه، يعني ممكن دراستي فرقت معايا بشكل كبير. انا لسانس ادب قسم تاريخ ودارس تاريخ بشكل كويس جدا، فممكن دي تكون فرقت معايا. موضوع الكتابه والله جه بالصدفه خالص البحته، اول مره كتبت فيها كان عيد ميلاد بنتي، وبعدين بتقول لي يا بابا ما يعني على طول بتشوفني بكتب، فبتقول لي ما تكتب لي حاجه، فكتبت لها حاجه طلعت حلوه جدا عجبتها، وواحد صاحبي سمع الكلام فقال لي لا انا هغنيه. فقلت له طب ما تشوف الموضوع ده. كنت كاتب حاجه لعم حارس، كنت بتفرج على فيلم وثائقي بالصدفه، عم حارس النادي الاهلي ده ابويا ده يعني، طبعا وعلاقتي بيه دلوقتي جيده جدا يعني. عم حارس ده الصندوق الاسود لعدد كبير جدا 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 من اللاعبين بجد والله، دي حقيقة. يعني انا عن نفسي وانا عشت معاه مثلا 6-7 سنين. شوف انا بقى يعني، انا سيبك من ان انا طلعت انا بره، في جيل كبير جدا طبعًا من اللاعبين موجود وقبلي 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 وقبلي، وما زال انا وانا بكتب الله. وانا بكتب لعم حارس كنت مركز قوي في التفاصيل، يعني انا كتبت كنت حلقه وصل دايما لكل جيل، كلنا عارفين مكانتك فوق دماغنا يا اصيل، والنهارده النادي اسمك لاجل ما الرد الجميل. فكلمات حلوه الحته دي تاني، قولها تاني معلش. كنت حلقه وصل دايما لكل جيل، كلنا عارفين مكانتك فوق دماغنا يا اصيل، والنهارده النادي اسمك لاجل ما نرد الجميل. فالكلام اللي انا كتبته لعم حارس طالع من قلبي بجد، فالناس صدقته، فلقيت الاغنيه بتاعت عم حارس كسرت الدنيا لما اتعرضت على القناه الفضائيه الاولى في 3-4 ايام، عملت 6 مليون مشاهده. فانا ولقيت مكالمات كتير، ما شاء الله. لقيت مكالمات كتير جدا. طيب خلينا نسمعها. نسمعها يلا بينا. اتفضلوا. زي ما في يوم كنت جنبه النهاردة هتلاقيه في الليالي المرة قبل الحلوة اسمك مش نسيه. عمرك فنيته لاجل ما تشوف انتصاره، في الشدة بتزيد محبة وفي انكساره، عارفك تبيع الدنيا وتكون بس جاره. عشت عنوان البلجولة من زمان.
دايما لكل جيل، كلنا عارفين مكانتك فوق دماغنا يا اصيل، والنهارده النادي اسمك لاجل ما نرد الجميل. ياللي انت في الانتماء الدروس درس للي بيحسبوها بالفلوس، انت عقد من الماظ مليان فصول. فعلا مش هتكفي في 100 مقوله فعلا. هو عم حارس زي ما انا قلت كده صندوق اسود لكل تقدرش تسمع منه، يعني انا اجي اقول له مثلا حسن الشامي ما هيقولش حاجه خالص. بس هو الفكره عمل ايه لما انا عارف انت اتكت الاغنيه الاول دي على حسابك ما عملتش فيها حاجه، لكن اول ما شافك بعد الاغنيه دي عمل ايه؟ بص يا كابتن، عايز اقول نقطه برضه مهمه، لان انا كنت دايما لما بسمع بعض الاعلاميين في الاعلام بيتكلموا يقول لك حتى لو عامل غرفه الملابس، الكلمه دي كانت بتضايقني جدا وبتستفزني جدا. احنا في كره القدم منظومه كبيره جدا، المنظومه مكونه من عناصر كتيره جدا، طبعا اجهزه فنيه، اداره نادي، اجهزه طبيه، اجهزه اداريه، لعيبه كوره او عمال غرف الملابس. اهم عنصر في المنظومه كلها هو عمال غرفه الملابس. وانا دايما بتكلم في الجزئيه دي وبركز عليها قوي، يعني انا اقرب الناس ليا في النادي هو عم صابر عامل غرفه الملابس، ده بعتبره ابويا فعلا. انت بتقول عم حارس صندوق الاسود، عم صابر ده يعرف اسرار بيتي من حبي في الراجل. صح ده صح، وراجل جميل ومربي ولاده كويس جدا وعنده ابنه في كليه الطب. فالناس دي ناس هو فرد في المنظومه زيه زيك، لا قل اهميه، بالعكس بل هم الاكثر اهميه في المنظومه. فبشوف الناس بتهدر حقهم في اي بطوله النادي بياخدها في اي. لا بس صدقني مثلا انا هتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي احنا كل الاجيال عندنا عم حارس، كل الاجيال من 1907 لغايه دلوقتي لو سالت هتلاقي كذا. ايوه كابتن انا عارف الأجيال. انا عارف، بس انا اقصد الأهل يعني. انا اقصد ان الناس دي لازم تاخد حقها بجد. الناس دي النهارده انت لما بتاخد بطوله انت بترفع الكاس، بتاخد مكافئات كبيره. لا، عمال غرف الملابس لازم الناس تركز عليهم شويه، زيهم زي اي فرد في المنظومه، اقل مرتب واقل مكافئات. لا 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 والله بالعكس، في النادي الاهلي انا بكلمك عشان حاجه انا شايفها وعارفها، في النادي الاهلي بياخدوا مكافئات جيده جدا. انا اتمنى ان الظاهره دي تعمم تبقى على في جميع الانديه، ان الناس دي لازم تكرر. الاهلي جدد لعم حارس بالمناسبه. أيوة عم حارس من فتره طبعا جددوا له بعد الفيلم الوثائقي ده، جددوا له، كانت مدته انتهت وجددوا له. والاغنيه دي احنا عملناها بعد موضوع التجديد ده، وهو كان مبسوط بيها جدا، ورد فعله كان كهربا قال له ان حسن الشامي عامل لك اغنيه قبل ما تنزل، وكان عندنا ماتش مع الاهلي وجالي عند اوضه اللبس، طلعت سلمت عليه، لما سمع الاغنيه لقيته بيكلمني وبيعيط. بيعيط بجد، قال لي انا حسيت ان انا عملت حاجه في حياتي وحسيت ان انا ليا قيمه. قلت له يا عم حارس لا، انت قيمتك كبيره وكلكم واحد عندنا واحنا بنحبكم جدا وبنحترمكم. فكنت سعيد جدا ان الرساله وصلت، ومش عم حارس بس، لا انا اقصد بيها كل عمال غرف الملابس كلهم زي ابائنا وبنحترمهم جدا وبنحبهم جدا. على دماغنا طبعا، هم طبعا اللي كانوا بصراحه بيشيلوا كل حاجه في طبعا الفرقه. طبعا بجد طبعا، كل حاجه الحقيقه طبعا. طيب في نفس الوقت برضو انت انتجت اغنيه او عملت اغنيه لريان، الطفل المغربي. الطفل المغربي اتكلم عنها، انا فاكر الاعلام المغربي في ذلك بشكل الوقت كبير، وانا فوجئت اصلا بصحفيين مغاربه كتير جدا بيكلموني، ونزلت على موقع هيسبريس، ده من اكبر المواقع في المغرب، وكلمني صحفيين مغاربه كتير جدا، وفي ناس كلمتني ان انا اروح المغرب تكريم في المغرب بسبب الاغنيه دي. انا فوجئت كمان يا كابتن اسلام بالكومنتات على اليوتيوب من المغاربه، ازاي كلمات زي دي بدات الناس، بشوف الكلام اللي هم بيقولوه عن المصريين ومصر الحضاره ومصر التاريخ. هي دي وفعلا دي الصحيفه المغربيه اللي كتبت عن هسبريس. فانا كنت سعيد جدا بردود الافعال،
ان اغنيه ممكن توحد شعوب، ان كلمات ممكن تحبب الناس فيك، ان كلمات بتقول على مصر تخلي الناس المغاربه يقولوا على مصر، مصر دي فعلا بلد الحضاره، مصر بلد راقيه جدا. كنت سعيد جدا بده. وفي دعوه جات لي من المغرب ان انا يتم تكريمي هناك، وجالي دعوه هنا من السفاره المغربيه، فانا سعيد جدا ان الرساله بتوصل، وان انت بتعمل عمل انت مش مدرك ان العمل ده هيحقق النجاح ده، لكن لما بيحقق النجاح بحس ان انا لا انا وكاتب حاجه ماشي صح. لشهدائنا في الجيش والشرطه ده مين اللي قال لك بقى كل ده؟ ما احنا لازم نعرف. انا كتبت حاجه كلنا كده برضو احنا بنتكلم في الامور دي. كتبت حاجه عن الجيش لما اتفرجت على المسلسل بتاع احمد المنسي، مسلسل الاختيار، في الحلقه اللي هو توفى فيها، كانت حلقه 28 اعتقد. كنت قاعد انا العالم العربي كله كنت قاعد انا وبناتي ومراتي بنتفرج. عندك كم بنت؟ عندي خديجه وجويريه ومؤخرا علي، ربنا يخليهم لك. فكنا قاعدين وبناتي دلوقتي، خديجه اعتقد كان عندها 8 سنين في التوقيت ده، وجويريه 7 سنين، هم مع ورا بعض يعني. فلقيتهم بيعيطوا، اطفال مش فاهمين حاجه وبيعيطوا لما احمد المنسي في المسلسل استشهد. والله العظيم يا كابتن اسلام فجاه لقيت نفسي بكتب. فكتبت الكلام ده، كل ما اجي اقول لحد من اصحابي الكلام ده يعيط، يعني اجي اقول عليه الكلام فيعيط. فانا هقول لك جزء مختصر منها. بتقول: يلا عينكوا على بلادي، الف حصوه في عينكوا عادي، جاي لي خير بيك نطير، لو بشر ليك نعادي، قبل ما تفكر تجينا شوف تاريخ اللي يعادونا، من يهود لتتار وغيرهم كان مصيرهم اسرى لينا، جيش رهيب ما يهزهوش، صوت رصاص ما يخوفوش، جيش بطل مليان وحوش مهما كان ما بيخلصوش، في المحن واقفين اسود ليل نهار حاميين حدود، مكملين عهد الجدود ورافعين شعار يحيى الصمود، جيشنا دايما كان معانا، عاش بطل شال الامانه، ما تخافوش يا اللي في حمانا، جيشنا سد واقف ورانا، مهما حاولوا يفككونا او في جيشنا يشككونا، شوفوا مين واقف في سينا وكل يوم بيودعونا. كل يوم بيروح شهيد يجي بعده شهيد جديد، يوم رحلنا بيبقى فرحه مع ابتسامه كانه عيد. جميله جدا. ايه الجمال ده حبيبي؟ ايه الجمال ده حبيبي؟ والله انت بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه حلوه جدا والله. الموضوع جه باي لك كده. بس لما بكتب حاجه بلاقي في رد فعل ليها محترم. طبعا انت خليتني احرق حاجه، بس انا اديتك جزء منها. بس يعني عشان خاطر عيونك يعني. اصل يوم الشهداء كان من كام يوم يعني. فكان احنا بلد برضه يا كابتن اسلام، احنا في بلد يوم الشهيد، في بلد لو انت ما بتعرفش تكتب هتخليك تكتب بجد والله العظيم. الكلام ده مش كلام بقى مجاملات ولا كلام. عندنا حاجات كتير جدا. مصر حلوه قوي، مصر عظيمه بجد والله. طبعا لما بتشوف الناس يعني، كوفي لما كان هنا، محمد كوفي لعب كتير هنا في مصر 15 سنه وهو ماشي كان بيعيط، عامل لايف في المطار بيعيط، بيقول انا نفسي اموت في البلد دي واندفن في البلد دي. فتخيل ده مش مصري بيقول كده على البلد دي. كل الناس، راينارد سوبل لما مشي، اليوم اللي كان ماشي فيه كان بيعيط بالدموع. ده راجل ده سمير ده تنزل، انا ما شربتش من نيل. لا بلد انا كتبت يعني كتبت حاجه عن مصر برضو. بتقول: عروسه يا مصر وساكنه في قصر، عيون الكل بصاله ويشهد ربي بجماله، وعنها قال في قرآن وداخلها الكل بأمانه، تهون الدنيا بجمالها وأموالها ولا تهوني، يا دمعة ساكنة في عيوني بتنزل لما أحس بخوف، وخوفي عليكي مش على حد بيتحول في وقت الجد، سلاح آلي عظيمة يا مصر وحبي ليكي راس مالي، أنا بحبك أكيد مجنون قصادك كل شيء بيهون، فداكي يا مصر أهلي وناسي، فداكي يا مصر 100 مليون. فمصر تخليك تكتب، تخليك لو انت ما عندكش الملكه دي، لا مصر تستاهل مننا كل خير، وتستاهل ان احنا نحبها، وتستاهل ان احنا نضحي، وتستاهل ان احنا نكتب عن الشهداء اللي بجد هم رقم واحد في البلد دي، هم اللي بيضحوا بارواحهم. بيضحوا باغلى حاجه، ما فيش اغلى من الروح، هم بيضحوا بارواحهم عشاننا وعشان ولادنا وعشان احنا نعيش في امن واستقرار. فتحيه للشهداء، وزي ما حضرتك كنت بتقول، وفعلا الكلام ده طالع والله العظيم طالع من القلب فعلا. طالع بكل اخلاص وصدق، لان هم يستحقوا ده. طبعا يستحقوا الحقيقه. يعني رجعت لنا ذكريات الاختيار، وان شاء الله في رمضان بقى نشوف الاختيار 3 ويبقى حاجه جميله ان شاء الله. ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. راينارد سوبل من المديرين الفنيين اللي مسكوا انديه كبيره جدا، ولكن لما تيجي تتكلم مع راينارد سوبل يقول لك انا عندي حسن الشامي هو يعني من افضل اللعيبه او افضل لاعب انا دربته. انا فوجئت بالكلام ده طبعا على احد القنوات. وهو فعلا في النهايه كانت علاقتي بمستر راينر كانت كويسه جدا، لكن في البدايه كابتن اسلام 3 شهور كانوا اسوأ 3 شهور في حياتي في الكوره. كنت مضيت عقد مع الحاج احمد الصحفي، ولما رجعت من بلجيكا وجولي البيت مضوا العقد معايا، وبعد كده خلاص انا مضيت عقد وكله تمام. خلاص بعد اول اسبوع بتمرن
فوجئت ان تسوبيل بيتفرج على اللعيبه وبيشوف اللعيبه، وكان في التوقيت ده جاي لعيبه كبيره جدا كلهم مشوا، جمال حمزه وامير عزم مجاهد ومحمد عبد الله وعفروتو واحمد سامي ومودي، لعيبه كبيره جدا وبتمشي. فانا فوجئت ان هو بعت لي بيقول لي خلاص تعالى عشان نمضي العقد. فقلت له لا انا اوريدي اصلا مضيت عقد مع النادي. قال لي لا مفيش الكلام ده، انا اللي بعمل العقود. فاول ما سمعت الكلام ده حسيت ان انا كنت تحت اختبار، فدخلت الاوضه المكتب قلت لهم انا عايز العقود بتاعتي، خدت العقود قطعتها ومشيت. فهو عارف الموضوع ده، قال لهم الاستاف اللي موجود كله هيمشي لو اللاعب ده ما رجعش تاني. فرجعت الحاج احمد كلمني قال لي حسن خلاص تعالى وهتاخد الشيك بتاعك قبل ما تنزل الملعب، خلاص ما دي عندنا وما تزعلش مني. قلت له الحاج احمد انا كنت محطوط تحت اختبار. فقال لي لا معلش دي عندنا. المهم رجعت قعدت مع تسوبيل، مضينا العقود الجديده وكله تمام، ونزلت الملعب وبتمرن معاهم 3 شهور بتعامل اسوء معامله، لكن انا في الاول في الاخر لعيب ملتزم ومحترف. اتمرن مع الناشئين، مباريات قدام ما بلعبش، بيلعبني في مكان غير مكاني. انا بلعب باك شمال، بيلعبني ديفندر، العب ديفندر اجيب اجوال في الماتشات الوديه. 3 شهور ما بفتحش بقي. قبل الدوري بيوم راح عامل اجتماع وقال انا اكتر لعيب كنت قاسي عليه وبعامله وحش جدا حسن الشامي، لكن فوجئت بالالتزام غير طبيعي وده صعب جدا الاقيه في اللعيبه المصريه. فمن اللحظه دي تحول راينر معايا، بقى بيحبني جدا، بيحترمني جدا، بيثق فيا، بياخد رايي في حاجات، في قرارات كتيره جدا، والعلاقه تحولت من هنا 180 درجه. بعد كده لما مشي وسافر كان جاي الجونه من سنتين كده، فلقيته بعت لي على الفيسبوك انا عايز اشوفك. فقلت له اوكي خلاص انا اول ما تيجي هاجي لك. قبلها اول ما وصل قال لي انا وصلت الجونه وعايز اشوفك. فكان عندنا مباراه النادي الاهلي وبعدها باربع ايام او ثلاث ايام كان عندنا مباراه ثانيه، فصعب جدا ان انا اسافر الجونه صعب جدا. فاخدت طياره المغرب وصلت الجونه، فهو طبعا اتصدم، فهو عارف ان احنا عندنا ماتش كمان ثلاث ايام والموضوع هيبقى صعب جدا ان انا اجي يعني. فلقيته مجمع الجروب الالماني اللي كانوا معاه وفرقته وعمل محاضره، ولقيته بيعيط وقال لهم انا عرفتوا ليه انا بحب البلد دي، لو انا في المانيا وعملت كده مع اي حد قلت له عايز اشوفك مش هيجي لي الطيران رايح جاي مستحيل، بس انا عشان كده انا بحب البلد دي وبحترم البلد دي. فانت لما بتحس ان في رسائل قصيره كده بتوصل من التعاملات، لان التعامل ده اهم حاجه في الدنيا، هو ده اللي باقي، طريقه تعاملك مع الناس، احترامك طبعا للناس طبعا. فهو راجل كان يستحق ان انا احترمه واقدره. فلما رحت له هو عمل محاضره مع فريقه والجروب الالماني اللي كان موجود، بعدها لما جم في التلفزيون بيسالوه بيقولوا له ان مين افضل لعيب انت مرنت في انديه كبيره جدا، فذكر بعض الاسماء وقال اهم لعيب مرنته في حياتي كان حسن الشامي. فكانت بالنسبه لي كبيره جدا، كبيره قوي ان مدرب زي ده تاريخ يقول الكلام ده، لان انا فعلا كنت ملتزم معاه جدا والحمد لله في مسيرتي كلها ملتزم مع كل المدربين سواء بدنيا او فنيا، فعشان كده الحمد لله محافظ على وجودي واستمراريتي لحد دلوقتي. ربنا يديك الصحه. امتى هتعتزل؟ لما احس ان انا مش قادر. اوكي. انا الحمد لله لحد النهارده بتصنف في فريق ان انا رقم واحد بدني. طب ليه؟ طالما انا قادر والحمد لله الاداره جددت لي، لاعب في كل في الثلاث مواسم اللي فاتوا او الاربع مواسم فوق ال 120 مباراه، فطالما الموضوع بالنسبه لي كده حرام ان انا افكر ان انا اعتزل، خصوصا ان انا كمان عرض عليا مناصب كبيره جدا فعلا؟ مناصب اداريه عرض عليا في وادي دجله، وده بيتي ومن الاماكن اللي انا بحبها جدا وبحترمها جدا ومن الانديه اللي بتطبق الاحتراف بشكل كبير جدا. لا عرض عليا ان انا اعتزل وامسك منصب في وادي دجله، لكن كنت مرتبط مع المقاولين العرب بعقد، فكان لازم احترم العقد ده واكمله لنهايته يعني. المقاولين ان شاء الله السنه دي هيبقى له يعني ان شاء الله يكمل في الممتاز. الموضوع صعب يا كابتن اسلام، بس انا عندي ثقه في ربنا سبحانه وتعالى ان احنا قادرين، وان شاء الله انا واللعيبه الكبيره والجهاز الموجود باداره النادي لينا دور ان شاء الله ان احنا نقدر نشتغل على نفسنا بشكل كويس الفتره الجايه بعد توقف المنتخب، وان شاء الله نقدر نصحح المسار ونرجع بالمقاولين لمكانته الطبيعيه باذن الله. يا رب اتمنى لك كل التوفيق يا حسن. انا بشكرك جدا على وجودك معانا. انا بس هدي لك تيشيرت النادي الاهلي. ميرسي جدا. تيشيرت النادي الاهلي بالنسبه لنا. شكرا يا حسين. حبيبي. هو جاب لي بقى، انا يعني جايب لك بقى برضه ان حسن جايب لك تيشيرت المقاولين بقى، المقاولين العرب. حبيبي يا كابتن اسلام. ايوه وده إسلام. طبعا تيشيرت النادي الاهلي. انا بشكرك جدا يا حسن. كابتن اسلام والله العظيم يا حبيبي، سعيد انك سعيد جدا بوجودك معانا النهارده. وده تقدير حاجه بسيطه جدا جدا، ولكن تيشيرت النادي الاهلي بالنسبه لنا هو اغلى حاجه طبعا، فعشان كده انا بدي لك هو تقديرا لمشوارك الكبير في كره القدم والنموذج الرائع اللي احنا
كنت معانا بيه بهذا الشكل الرائع يعني، وده هدفنا دايما في البيت الكبير. انا بشكر حضرتك، انا اللي بشكرك جدا، بشكر حضرتك. والبيت الكبير فعلا اسم على مسمى، وانا برضو زي ما تيشرت النادي الاهلي غالي، تيشرت المقاولين عندي طبعًا غالي جدا جدا طبعًا. برضو بحترم بيتي جدا، ومعنى ان انت بتدعوني او قناه الاهلي بتدعوني ده شرف كبير جدا ليا. ده يدل على الحياديه، يدل ان انت تدعو لاعب من فريق تاني، بيدل على الحياديه بشكل كبير جدا. وانا بفتخر بالنادي اللي انا متواجد فيه، نادي المقاولين العرب، وفخور ان انا في قناه النادي الاهلي النهارده، وبشكرك على الاستضافه. انا اللي بشكرك جدا، وسعيد جدا بهذا النموذج الرائع. شكرا حسن على وجودك معانا. شكرا كابتن اسلام، اتفضل. شفت اهو حبيبي، متشكر جدا، متشكر جدا جنب بعض، علشان ايه؟ طبعا علاقات رائعه الحقيقه ما بين النادي الاهلي والمقاولون العرب، دائما يظل النادي الاهلي هو بيتنا، البيت الكبير. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل وبعد هذه الفقرة الرائعة جدا الحقيقة، هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل فقرة أخرى الحقيقة مع أمح. أمح ماذا فعل خلال الفترة السابقة؟ هنعرف من خلال وجوده معانا على الهواء مباشرة بعد الفاصل. أمح في ضيافة البيت الكبير. شكرا جدا، شكرا.